التكنولوجية في عالم السيارات. تم تزويد S كلاس 2014 بأول نظام تعليق قادر على الرؤية في العالم، اللي بيعمل من خلال كاميرا بتقوم بمسح الطريق بالكامل، وفي حال اكتشاف حفر أو مطبات بتقوم بتشغيل نظام ماجيك بادي كنترول ليقوم بضبط التعليق ومصات الصدمات لمنع أي اهتزاز داخل المقصورة الداخلية عن بعد 600 متر. بالإضافة إنه سيارة مزودة بنظام تعليق هوائي إيرماتيك مطور عن النسخة السابقة. ومن خلال حديثنا مع كبار مهندسي شركة مرسيدس أبلغونا إنه النظام ماجيك بادي كنترول تم استيحاءه من الدجاجة. معلومة كانت غريبة علي إنه رأس الدجاجة ما بتحرك مع جسمها نهائياً، وبالفيديو بوضح كيف إنه رأس الدجاجة بيمثل مقصورة إس كلاس مع النظام.